ونبقى مع الموسيقى مشاهدينا. عزف روبوت، نعم أقول روبوت، على آلة تشيلو إلى جانب متأكد هي آلة؟ أوركسترا، نعم روبوت إلى جانب أوركسترا سيمفونية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى. روبوت آلة عزف على آلة تشيلو في قاعة حفلات مالمو في جنوب السويد خلال عرض أول قدم هذا العرض في 17 تشرين الأول أكتوبر الجاري في عمل جديد كتبه الملحن السويدي جاكوب مولراد خصيصا لهذا الروبوت المحظوظ. نعم، صمم روبوت بأذرع صناعية وأجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد من قبل الباحث والملحن فريدريك جران، الذي برمج الروبوت باستخدام نوتة موسيقية. نتابع.